الله معكم، سلام ربي يسوع بقلوبكم. اليوم ينعاد عليكم وبدي اسالكم سؤال: ليش نحن ما منعيد عيد راس السنه طالما اسمه عيد راس السنه الميلاديه؟ ليه ما منعيدها 25 كانون الاول طالما ولاده ربنا يسوع المسيح اقتضت انه تكون ب 25 كانون الاول مثل ما نحن منعيد كل سنه؟ مش هيك صار الاتفاق وهيك صار على اساس 25 كانون الاول؟ طب ليش راس السنه مش 25 كانون الأول على أساس هي سنة ميلادية؟ الأمر بسيط كتير وأمر ديني يهودي، وهو إخوتي ليلة رأس السنة نحن بنحتفل ومنعيد بختانة ربنا يسوع المسيح. وكان الشعب اليهودي عطول عن في بالتوراة بالديانة اليهودية إنه المولود بيروح بيختتن باليوم الثامن بعد أسبوع على ولادته، وخلال هيدي الثمانية ايام او هالاسبوع هيدا، لانه باليوم الثامن يعد انه اختتن، فالسبع ايام اللي بيكون بدون اختتان لا يعد الذكر المولود انه اتى الى الحياة، بيكون بعده خارج الحياة الدينية اليهودية. هيك كان معمول بالعقائد اليهودية والدين اليهودي. فامنا مريم العذراء بتاخد ربنا يسوع المسيح وبتروح على الهيكل باليوم الثامن حتى ربنا يسوع المسيح يختتن، وعندما يختتن يدخل بالحياة الدينية اليهودية ويدخل بالحياة التأنيث البشري، عندها يتأنس ويصبح مولودا ويصبح عايش بالحياة البشرية. قبل اليهود ما كانوا بيعتبروا انه بلش حياته، مش هيك نحن بعيد راس السنة يعتبر هو اول ايام السنة الميلادية، لانه هي ختانة ربنا يسوع المسيح. كل الاحتفالات اللي بتصير وكل الشيء اللي عم بتشوفوه هو ليلة صلاة، ليلة ختانة ربنا يسوع المسيح. ومن المؤسف، من المؤسف جدا، اسمعوا منيح من له أذنان للسمع فليسمع، كل أصحاب المطاعم وكل الناس اللي عم تحتفل وعم ترقص وتغني، هيدا عار علينا انه نقول الراقصة الفلانية تحيي ليلة رأس السنة او تحيي عيد الميلاد، المغني الفلاني يحيي عيد الميلاد او يحيي سهرة رأس السنة. يعني بالشوم عم نحيي عيد الميلاد؟ رقاصة بدها تحيي عيد الميلاد؟ بنحيي عيد الميلاد بالصلاة لربنا يسوع المسيح بالخشوع والتأمل، وبنفرح عم يولد يسوع اليوم بقلبنا. اليوم ختانة ربنا يسوع المسيح مش للمسخرة، ختانة ربنا يسوع المسيح الدخول الحقيقي بالحياة، التأنس بالحياة البشرية اللي ربنا يسوع المسيح تدخل وخلصنا. وهم بدي اقرا من انجيل لوقا. انجيل لوقا اخوتي شو بيقول؟ ولما انقضت ثمانية ايام فحان للطفل ان يختتن، وسمي يسوع كما سماه الملاك قبل ان يحبل به. شوفوا اخوتي قديش رائعة هون، الملاك هو اللي سمى ويختتن باليوم الثامن. انجيل الرب. امين.